بركات الشباب، مرحبا بكم في الحصه رقم 3 دائما من الدرس ديال لاغيتميتيك ترونكوما. اهم حصه اخوتي هي هذه، الا كنتو غتركزوا معايا في شي حصه مزيان هي هذه. علاش؟ اليوم غنهضروا على الفقره اللي التمرين ديالها غيتحط في الامتحان غنخدموه، وكذلك عندها علاقه بالحصه القديمه. قبل ما نبداو اخوتي ما تنساوش العرض ديال بسم الله الفوج رقم 4، تلقاو الهاتف الواتساب اول تعليق، صيفطوا كلمه بسم الله في الواتساب باش تدخلوا الجروب هذا الواتساب، يكون عندكم حصص، يكون عندكم تواصل مع الاستاذ، تاخذوا لي سيرفيس بريباريو للامتحان، وكذلك تحضروا لايفات ومن بعد اللايفات يكون عندكم تواصل مع الاستاذ. برنامج متكامل رقم 1 في المغرب فضل عز وجل. باش ما نطولش عليكم اخوتي، على بركه الله ونخدموا التمرين اللي غتحطنا في الاكزام. دونك الفقره ديال اليوم العنوان ديالها كريتير دو ديفيزيبيليتي، سيتادير معايير القسمه، باش كنعرفوا العدد اخوتي كيقبل قسم على الجوج والثلاثه والاربعه والخمسه والتسعود. اوكي غنبداو بالجوج، دونك هادشي ديجا قريناه ولكن لقيناه مفرق. باش كنعرفوا اخوتي العدد تيقبل قسمه على جوج ساهله، خاص غير داك لو شيفر دونيتي يكون بير، رقم الوحدات يكون زوجي بكل بساطه، معناتها زوجي يعني سالب صفر ولا جوج ولا اربعه ولا سته ولا ثمانيه صافي. اما اخوتي بالنسبه للثلاثه والتسعود عندهم نفس القاعده، سوا ثلاثه سوا تسعود. تبع معايا مزيان، وقتاش كيقبل العدد القسمه مثلا على تسعود خاصنا اخوتي منين نجمعوا لي شيفر، لي شيفر هادو هانت تبع معايا الوسخ، جوج زائد خمسه زائد واحد زائد جوج، احسبهم، جوج زائد خمسه سبعه، زائد سبعه زائد واحد ثمانيه، ثمانيه زائد جوج شحال؟ عشره. غنزيد ونزيد واحد جوج اخرى، جوج عاوتاني زائد جوج هنايا شحال اخوتي؟ هي 12. دابا غادي نسولك بعد ما جمعتي لي شيفر هادو كاملين شحال خرج لك الجواب؟ 12. واش 12 كتقبل القسمه على 3؟ 12 على 3 هي 4، اذا مبروك رسميا هذا تيقبل القسمه على 3. دابا قول لي غنجمع لي شيفر ونشوف الجواب، الا لقيت الجواب من المضاعفات 3 اذا هذا تيقبل القسمه على 3 سهله. وبالنسبه خوتي للتسعود نفس القاعده، غندير واحد المثال مثلا 7 2 تسعود. دابا نقدر انا نجي نقول لك شوف 729 كتقبل القسمه على تسعود، انت ما غاتيقنيش تقول لي واش عرفتيها. نفس القاعده ديال 3 كنديروها في تسعود، خاصنا مين نجمعوا لي شيفر 7 زائد 2 زائد تسعود شنو يخرج لنا الجواب؟ خصو يخرج لنا من المضاعفات تسعود. اجي نحسبوها 7 زائد 2 تسعود، تسعود زائد 18. واش 18 كتقبل القسمه على تسعود ولا لا؟ كتقبل، 18 على 9 هي 2، اذا رسميا هذا تيقبل القسمه على 9. صافي اخوتي، دونك القاعده ديال 3 بحال القاعده ديال 9. اما اخوتي بالنسبه للخمسه كنا درناها في الابتدائي، باش العدد يقبل القسمه على 5 خاص رقم الوحدات يكون تيسالي اخوتي بصفر ولا بخمسه، بحال دابا مثلا 250 كتسالي بصفر اذا هذا تيقبل القسمه على 5، و 425 كتسالي بخمسه تيقبل القسمه على 5. انا عارف السؤال اللي كيدور في بالك، تقول لي استاذ ويلي واش شي راه حنا كنا دوزنا، واش هما السؤال اللي عطوني في الامتحان واش بحال هكا؟ لا، هذه القاعده خصك تعرفها. اما السؤال اللي مجي حنا غنخدموه، ولكن الا ما فهمتش هذه ما تعرفش تخدم السؤال ديال الامتحان. بالنسبه اخوتي اخر قاعده هي الرابعه، ساهله، خاصنا اخوتي نعطي واحد المثال 2 2 4، 224 كتقبل القسمه على 4. باش عرفتها انايا بلا ما درت لا كالكولاتريس لا والو، باش عرفتها كنمشيو اخوتي كنشوفو لو نومبر فورمي، سمع التعريف هذا، لو نومبر فورمي باغ سي شيفر دي 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 زونيتي اي دي ديزاين اي تان ملتيبل دو كادر. نقولها بالعربيه يعني داك جوج ارقام الاخرانيين، لو نومبر فورمي باغ سي شيفر ديال لي زونيتي رقم الوحدات ورقم العشرات كتقراهم ماشي كتجمعهم، ميكون من المضاعفات ضرب. دابا خوتي شنو هي هادي؟ ما تجمعهمش، ما ديرش بحال هكا في 93 لا كتقراهم 24، 24 خوتي كتقبل القسمة على 4، كتعطيك الساء، إذا هذا تيقبل القسمة على 4. نعطيو شي مثال آخر باش تزيد تفهم مزيان، بحال دابا مثلا خوتي 2 3 4 4، هذا تيقبل القسمة على 4. باش عرفتها أنايا غنمشي لجوج أرقام الأخرانيين، ها ما غنجمعهمش، ما نقولش 4 زائد 4، لا غنقراهم 44، 44 خوتي عفوا 44 راه كتقبل القسمة على 4. هي 11، إذا هذا تيقبل القسمة على 4. إذا خوتي نتمنى تكون فهمتوا هاد الفقرة مزيان. دابا غندوزو نخدمو التمرين اللي من خلاله غطبقو هادشي مزيان. ديتيرميني لو ولا لي شيفخ ولا لي شيفخ افيك اس، سيتادير غادي نقلبو على هاد لي شيفر هادو اكس ايكغيك زد. دونك نبداو بالحالة الأولى، قال لك هاد واحد ثلاثة اكس جوج اي ديفيزيبل باغ 3، عطاوك معلومة وقالوا لك عافاك شوف لينا هاد اكس هادي شحال غتساوي، واش صفر واش واحد واش جوج واش ثلاثة، مع العلم هاد اكس و ايكغيك و زد سون دي زونتي ناتشوغيل بطبيعة الحال. إذا خوتي شنو هي المعلومة اللي غتساعدني باش نقلب على هاد اكس؟ هي هادي، غادي نجي نكتب اونا بحال هكا، غنكتب هاد الجملة
شنو غنستنتج اخوتي من الجمله؟ نقول دونك مادام هو تيقبل القسم على ثلاثة قاعده، يعني لا سوم دو سي شيفر اي ديفيزيبل باغ 3. يعني اخوتي الا جمعت هذا وهذا وهذا الا جمعتهم شنو غيخصو يخرج ليا؟ خصو يخرج ليا شي عدد من المضاعفات ديال ثلاثة. ولكن اخوتي انا ما عارفينش شحال يخرج، واش يخرج ثلاثة، واش يخرج ستة، واش يخرج 9، واش 12، واش 15، لان عندنا مجهول. اذا شنو نكتبو اخوتي هنا؟ نكتبو 3 كا. شنو معنى 3 كا؟ مادام لا سوم دي شيفر ايتان ملتيبل دو 3 سي طاري كيتهضر كيساوي 3 كا. الا قلت لك ملتيبل دو 9 سي طاري كيساوي 9 كا. الا قلت لك ملتيبل دو 4 سي طاري كيساوي 4 كا. واش متفقين؟ وبطبيعه الحال اخوتي افيك سلاش ما نجيوش ما نساوش اخوتي، غادي نديرو كا ابارتيان ا لونسومبل ان. تقول لي سيد واخا انا درت هذه المعلومه باش غتنفعني باش نجبد اكس، نرجعوا للسطر عندنا واحد المعلومه وحده اخرى. اون سي كو، تبع معايا، هاد اكس اخوتي، هاد اكس هادي راها محصوره ما بين 0 و 9. يعني في النهايه هاد اكس اللي نقلبوا عليها سواء تكون 0 سواء تكون 1 سواء تكون 2 3 4 5 6 7 8 9، هادو هما الارقام اللي ممكن تكون. تقول لي المعلومه فاش غتنفعني؟ واش با دابا خوتي هاد اكس غنعوضوها، اش كتساوي اكس من هنا بعدا؟ اكس خصنا نجبدوها من هنا، نسينا نكمل اخوتي هنايا. اكس شنو غتساوي هنايا؟ هاد 3 كا غنخليها بلاصه، غنجمع 1 زائد 3 4، 4 زائد 2 6، غندير ليه غتولي ناقص 6. نعاودو اخوتي، دابا ملي جبدتو هادي اكس غتخليها بلاصه بحال المعادله، هاد الارقام جمعتهم وديتهم ليه، اذا انت لقيتي اكس. ابخي هاد اكس اللي هنا غتعوضها باش؟ غتعوضها بهادي 3 كا ناقص 6، تبع معايا، محصوره ما بين 0 و 9. من بعد غنجبدو كا من هنا، وملي غنلقاو اخوتي كا غنجيو نعوضوها هنا. تخيل مثلا لقينا كا هي 0، نجيو نعوضوها هنا ونلقاو اكس. فهمتي البلان؟ ودابا جي نقلبوا على كا، نزيدوا اخوتي هنا 6، طبيعة الحال هذه ديال لونكادرومو، نزيدوا هنا 6، ندير زائد 6، وندير هنا زائد 6، وندير هنا زائد 6. علاش زدت 6؟ باش تمشي ناقص 6 مع زائد 6، تبقى لي 3 كا، 0 زائد 6 هي 6، 9 زائد 6 هي 15. أبخي اخوتي نقسم هذه على 3 باش تبقى لي كا، نقسم هذه على 3 تعطيني 2، ونقسم هذه على 3، 15 قسمة 3 هي 5، تبعوا معايا مزيان اخوتي. إذا كا خرجت ما بين 2 و 5. مع العلم كا كتنتمي لونسومبل ان. ردوا البال اخوتي، راه جوج راه داخله لان هنا كاينه او تساوي، وخمسه حتى هي راه داخله. اذا شنو هما الاحتمالات اللي غتكون كا؟ غتكون جوج وغتكون ثلاثه وغتكون اربعه وغتكون حتى خمسه. اذا اخوتي عندنا اربعه الاحتمالات. اذا الحاله الاولى سي كا ايكالا 2، غنمشي اخوتي الحاله الاولى ونعوض اكس. إلا كانت كا كتساوي جوج، إذا 3 في 2 هي شحال؟ 6، 6 ناقص 6 صفر، رسميا لقيتي إكس. لقيتي إكس في الحالة الأولى، ولكن راه مازال عندك حالات، متفقين؟ دونك عاوتاني نفس البلان، سي كا إيكالا 3، سي كا إيكالا 4، سي كا إيكالا 5، صافي أخوتي؟ وفي كل حالة غنمشيو نعوضو باش نلقاو إكس. دونك إلا كانت كا كتساوي 3، إذا 3 في 3 سعود، سعود ناقص 6 3، يعني تاخوتي اكس تساوي 3. الا كانت كا كتساوي 4، 3 في 4 12، 12 ناقص 6 هي 6، متفقين؟ الا كا كتساوي 5، 3 في 5 15، 15 ناقص 6 هي 9. الا وقع شي خطا اخوتي في الحساب نبهونا عليه في التعليقات. فوالا، 3 في 5 15، 15 اللي حيدين من 6 هي 9. اذا اخوتي هادو هما لي فالور دو اكس بالنسبه للسؤال الاول. نمشيو بسرعه للسؤال الثاني. قال لك هاد لو نومبر ان 4 ايكغيك 3 ديفيزيبل باغ 3، كيقبل قسم على 3 بحال السؤال اللي قبل، ولكن ان نون با ديفيزيبل باغ 9. سيتادير اخوتي هنا هذا راه يقبل قسم على 3، هذه معلومه غتساعدنا باش نلقاو ايكغيك، ولكن سمع ما يقبلش القسم على 9. يعني وياك تحط لي ايكغيك شي رقم ومنين نجمعوا لي شيفر لقاو تيقبل القسم على 9، ما نقبلوش ديك الساعه داك الرقم. اذا اخوتي غنبداو عاوتاني نفس البلان اون دونك اون لو نومبر اي ديفيزيبل دي اي ديفيزيبل باغ 3. دونك شنو غنستنتجو اخوتي من هذه المعلومه؟ غنستنتجو بان لا سوم دي شيفر 1 بلس 4 بلس ايكغيك بلس 3 ايتيكال اخوتي شنو؟ ايتيكال 3 كا معلمين سلاش طبيعة الحال اخوتي كا ابارتيان ا لونسومبل ان. ابخي اخوتي غنجبدو لا فالور ديال ايكغيك من هنا، ايكغيك ايتيكال 3 كا، غنحسبو 1 زائد 4 هي 5، 5 زائد 3 هي 8، غندير ليه غتولي ناقص 8، 8 ديتها ليه. ابخي اخوتي المعلومه المهمه اللي عندنا، اون سي كو هاد ايكغيك بالسلامه اللي حنا تنقلبوا عليها راه محصوره ما بين 0 و 9،
متفقين او تساوي اخوتي او تساوي غنهبطو اخوتي هاد الايكغ غنعوضوها بثلاثه كناقص 8 يعني شنو تولي تولي 3 كاموان 8 كومبري اونتر 0 اي 9 ابري نزيدو اخوتي هنا 8 باش نحيدو ديك ناقص 8 ونزيدو هنا 8 تولي 8 ونزيدو هنا 8 8 زائد 9 اخوتي هي 17 8 زائد 9 هي 17 اوكي ابري نقسمو هنا على 3 دونك 3 قسمة 3 تبقى لنا هكا 8 اخوتي نقسمناها على 3 غادي تعطيني دونك 3 في 3 راه 9 دونك 2 فاصله دونك 2 فيرغول و17 اخوتي الا قسمت على 3 راه 6 في 3 18 اذا تعطينا 5 فاصله متفقين اخوتي باش نعاودو نتاكدو من هادشي مزيان دونك جمعنا لي شيفر 1 بلس 4 بلس اكس بلس 3 اذا قالت 3 ابخي اخوتي 1 زائد 4 هي 5 5 زائد 3 هي 8 دينا ليه تساوي 3 كا موان 8 ابخي اخوتي ايكغيك محصور من صفر سعود هذه ايكغيك عوضناها ب 3 كا موان 8 زدنا هنا 8 زدنا هنا 8 وزدنا هنا 8 صافي اخوتي من بعد قسمنا على 3 8 على 3 2 فاصله شي حاجه 17 على 3 هي 5 فاصله شي حاجه ما كيهمنيش الفاصله ابخي اخوتي حنا تنعرفوا بان هذا كا راه هو اونتي ناتوريل كينتمي لونسومبل ان ومحصور ما بين 2 فيرغول هذه هي 2 وهذه هي 2 فيرغول و 5 فيرغول اذا اخوتي فين كاين عندنا كا عندنا من هنا من هاد لو بوين هاد لو بوين اذا شنو هما لي فالور اونتي اللي كاينين اخوتي كاينه 3 وكاينه 4 وكاينه 5 متفقين دونك عندنا 3 وعندنا 4 وعندنا 5 ما عندناش 2 لان هادي جوج فاصله اذا اخوتي شحال عندنا من احتمال عندنا 3 دونك الاحتمال الاول سيكا ايغالا 3 الاحتمال الثاني سيكا ايغالا 4 والاحتمال الثالث اخوتي سيكا ايغالا 5 صافي هادو هما الاحتمالات اللي عندنا ابخي الا كانت كا ايغالا 3 غنقدروا نحسبوا اخوتي هاد ايكغيك غنرجعوا دابا لهنايا وغنعوضوا دونك 3 في 3 هي 9 9 ناقص 8 هي 1 اذا اخوتي ايكغيك كتساوي 1 صافي الحاله الثانيه سيكا ايغالا 4 غنعوضوا 3 في 4 هي 12 12 ناقص 8 هي 4 اذا اخوتي ايكغيك ايغالا 4 الحاله الثالثه كا ايغالا 5 3 في 5 3 في 5 اخوتي هي 15 15 الا حيدنا منها منها 8 غتبقى لنا اخوتي هي 7 صافي متفقين ودابا اخوتي كيبان لكم بانكم راكم ساليتو ولكن راكم مازال ما ساليتوش لان هاد لا فالوغ اللي لقيتو على اساس كتقبل القسمه على 3 على اساس هاد العدد تيخبق قسمه 3 ولكن سمع قال لك اخويا ما يقبلش القسمه هذا على 9 دابا انت باش عرفتي الا شديتي الواحد ولا 4 ولا 7 وعوضتيهم بلاص ايكغيك اجي نجربوها 1 4 ايكغيك حط بلاصه 1 الا جمعتو اخوتي هذا ولقيتو كيقبل القسمه على 9 اذا هذه 1 راه ما خصكش تاخذوها حيت هو قال لك ما يكونش يقبل القسمه على 9 واش متفقين اذا نجي نجمعوا 1 و 4 شحال 5 5 و 1 6 6 و 3 9 اذا هذا اخوتي الا جمعتو لي شيفر غيقبل القسمه على 9 معنيتها هذه غنديروا علامه ايكغيك ما ناخذوش 1 حيت هو قال لك ما يقبلش القسمه على 9 فهمتها اجي نجربوا الحاله الثانيه 4 الا عوضنا اخوتي بالربعه ايكغيك نعوضوها بالربعه يلا جي نجمعوا لي شيفر غير في الوسخ 4 و 4 8 8 و 1 9 9 و 3 شحال 12 ماشي مشكل 12 اصلا ما كتقبلش القسم على 9 اذا اخوتي ايكغيك ايكالا 4 مرحبا بها فاليدي مرحبوا بها زوينه متفقين بقاتنا اخر حاجه الا كانت ايكغيك 7 نعوضوا 1 4 بلس ايكغيك عاوتاني اللي قلنا غنحطوا 7 1 4 7 3 دونك 1 4 بلس ايكغيك نحطوا 7 ونجمعوا 1 و 4 3 و 7 10 10 و 4 14 14 و 1 شحال 15 15 ما كتقبلش القسم على 9 اذا مبروك اذا مرحبا بك بنتي واش فهمتي البلان دابا غتخدم عادي وفي الاخر هادوك اللي خرج لك كتمشي تيستي ولو بغيتي تبي وصل الجواب مزيان غادي تقول له ايكغيك ايغالا 4 ايكغيك ايغالا 7 ولا بغيتي تبي الاستاذ مزيان الجوستيفيكاسيون غتقول له سي اون رومبلاس ايكغيك باغ 1 دونك لو نومبر 1 4 1 3 اي ديفيزيبل باغ 3 اي سي تادير فوس يعني معنيتها هذه غلطه
ولكن بالنسبه لو نومبر 1 4 سي اون بلاص اي بار 4 او اون بلاص اي بار 7 غتخرج فري فاليدي معناتها غتاخذ الربعه وتاخذ سبعه وغتقصي هذا الواحد. اوكي مشيو اخوتي بسرعه ندوزو لاخر ميت. دونك هذا لو نومبر 24 اكس 3 زيد. لاحظوا اخوتي درت واحد لابار فوق منه في التمرين في الامتحانات. راه كاين الاستاذ اللي كيلقى ديال لك واحد لابار بحال هكا، كاين اللي ما كيديروش. دونك كيف ما شتي راه بحال بحال. دونك قال لك هذا لو نومبر هذا اي ديفيزيبل باغ 3 سما اي باغ 5 او ميم طون، وخصنا بطبيعه الحال اخوتي نلقاو هنا اكس ونلقاو هنا زيد. هنا غنسولك سؤال، شكون اللي غيحكم هنا؟ واش نسبقوا المعيار ديال 3 ولا المعيار ديال 5؟ حيت هو قال لك هذا العدد تيخلق قسمه 3 ولا 5. غنسبقوا اخوتي ديال 5. علاش؟ لان 5 فيها جوج احتمالات، هاد زيد هذا يا اما خصو يكون صفر يا اما خصو يكون 5. كيف ما قلنا الرقم الواحد خصو يصير بصفر ولا 5. دونك اخوتي عندنا غنقسموا سبوره زيد ايكالا 0 غنعوضوا هذه بزيرو، و سي زيد ايكالا 5. بالنسبه لزيد اخوتي كاين جوج احتمالات، الا كانت هذه 0 دونك شنو غيولي عندي هذا لو نومبر؟ غيولي 24 شو سميتو اكس 3 0 اي ديفيزيبل باغ شنو؟ باغ 3. حيت اصلا لقينا زيد، حيت الا كانت زيد 0 وعوضناها ديجا راه تيقبل قسمه على 5، ولكن حنا قال لك تيقبل قسمه على 3. دونك هذا غيولي 0 معناتها غيولي هذا لو نومبر 24 اكس 30 اي ديفيزيبل باغ 3. وغنخدموا اخوتي باش نجبدوا اكس، غنطبقوا المعيار ديال 3 سيتادير دو. إذن غنديروا المعيار ديال 3 غنجمعوا هنا خوتي. غنوريكم طريقه واحده اخرى، غنديروا جوج زائد، غنوريكم واحد الطريقه عاوتاني سهله. جوج زائد 4 زائد اكس زائد 3 زائد 0 شنو كتساوي؟ كتساوي 3 ك صافي، حيت كيقبل القسم على 3. شنو غنديروا خوتي؟ غنجمعوا هاد لي شيفر 3 جوج هي 5، 5 و 4 شحال هي 9. اذا تولي اخوتي 9 زائد اكس تساوي شنو؟ تساوي 3 ك. هنا خوتي غنتيستيو، غادي نتيستيو. دابا انت خاص هاد اكس تعوضها بشي عدد، ولكن هذاك العدد ملي تزيد عليه واحد، عفوا ملي تزيد عليه 9 يخرج الجواب من المضاعفات ديال 3. ما يمكنلكش تحط اكس اي عدد. غتيستي وتقول لي شحال غادي نتيستي؟ ساهله، غتجرب من صفر ل 9. دابا الا درتي صفر، صفر زائد 9 شحال؟ هي 9، و 9 راه هي من المضاعفات ديال 3. اذا اكس ايكالا 0 فاليدي. واش فهمتي؟ اكس ايكالا 1 1 زائد 9 10 حيده. اكس ايكالا 2 2 زائد 9 11 لا. اكس ايكالا 3 3 زائد 9 12 مرحبا. اذا اكس ايكالا 3 12 راه من المضاعفات ديال 3 صافي. اكس ايكالا 4 4 بلس 9 13 نو. اكس ايكالا 5 5 بلس 9 هي 14 لا. اكس ايكالا 6 6 بلس 9 هي 15 15 سي تان ملتيبل دو 3. اذا اكس ايكالا 6 البلان زوينه الطريقه. اكس ايكالا 7 7 بلس 9 16 لا. اكس ايكالا 8 8 بلس 9 17 لا. اكس ايكالا 9 9 بلس 9 18 فوالا. اذا مبروك اكس ايكالا 9 حتى هي فاليدي. شنو بقى لنا؟ اكس ايكالا 10 الا راه اكس ما بين 0 و 9. اذا اخوتي هما لي فالور ديال اكس في الحاله الاولى. اذا لا كانت زيد 0 غيكونوا اكسات هما. دابا الا كانت زيد 5 دونك غنكتبوا اخوتي نفس البلان. غنديرو عاوتاني باش نقلبو على داك اكس، غنجمعو عاوتاني لي شيفر هادو. جوج زائد 4 زائد اكس زائد 3 زائد 5 كتساوي 3 كا. ابخي خوتي شنو درت؟ جمعت هادو. جوج زائد 4 هي 6، 3 زائد 5 هي 8، 8 زائد 6 هي 14. اذا غنتيستيو اخوتي. دونك اكس خصنا نعطيوها شي عدد على اساس نزيدو عليه 14 يعطيني من المضاعفات ديال 3. اذا 0 الا 0 زائد 14 14 لا. 1 1 زائد 14 هي 15. اذا مبروك اكس ايكالا 1. 2 2 زائد 14 16 لا. 3 3 زائد 14 الا 17. 4 4 زائد 14 هي 18 الا. اكس ايكالا 5 5 الا زدتي عليها 14 هي 19 الا. 6 6 بلس 14 20 الا. 7 7 بلس 14 هي 21 21 راه ملتيبل دو 3. اذا اكس ايكالا 7 مبروك مقبوله. 8 8 بلس 14 سي 22 الا. 9 9 بلس 14 سي 23 الا. شنو باقي لنا؟ صافي 8 9 ما بقى لنا والو. اذا اخوتي هادو هما لي فالو. اذا سي زيد ايكالا 5 دونك هادو هما لي زيد. اذا اخوتي عندنا جوج الحلول، الا كان زيد 0 غيكونوا اكس هما هادو، ولا كانت اكس 5 كيكون، الا كانت زيد 5 كيكونوا اكس هما هادو. ما بقيتش نطولش عليكم، مازال جاي عندنا لايفات، مازال جاي عندنا حصص، مازال جايه خدمه. بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش تعرض رقم 1 في المغرب. صيفطوا كلمة بسم الله، تلقاو لاتي بالواتساب باش تدخل الجروب ديال الواتساب، يكون عندكم حصص، يكون عندكم تواصل مع الاستاذ، تاخذوا لي سيرفيس، تبريباريو الامتحان، تحضروا لايفات ومن بعد لايفات تواصلوا مع الاستاذ. برنامج متكامل رقم واحد في المغرب فضل الله عز وجل. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.